هنشوف الكلام ده بعدين ان شاء الله. طيب فاحنا هنعمل باسورد كومبليكس كده اهوت علشان ايه الراجل يرضى علينا ويخلينا نكريت يوزر. هنقول له نيكست، نقول له فينش. طيب الراجل راح عمل لنا فعلا يوزر اسم محمد، ادي اليوزر بتاعنا. تعالوا نشوف البروبرتيز بتاعه اليوزر ده اهوت، التابس يا ايه كل التابس ديت. ده احنا كان عندنا في اللوكال ما كانش فيه غير هم كلهم الجنرال والممبر اوف والبروفايل، دول كانوا موجودين عندي في اللوكال. تعالوا بقى الراجل بقى دلوقتي لما دخلنا دلوقتي على الاكتيف دايركتوري ابتدى بقى يعمل لنا، يزود لنا شويه تفصيلات وشويه حاجات ديتيلز كتيره جدا هتنفعنا. تعالوا نعدي عليهم كده ونشوف ايه كل التابس ديت بتقول ايه. عندي في الاول تاب الجنرال عندي الفيرست نيم واللاست نيم والديسكريبشنز. مثلا لو انا عندي الراجل دوت شغال في الاكونت ديبارتمنت او عندي مثلا في السيلز ديبارتمنت، هكتب مكان الاوفيس بتاعه، التليفون نمبر، الايميل بتاعه، لو الراجل دوت ليه ويب سايت، كل الكلام دوت بيتكتب. الادرس، خانه كامله للادرس، الستريت، البوكس اوفيس، لو سيتي ستيت او زيب كود، بوستال كود بتاعه او الكونتري بتاعته منين. تمام. بعدين بقى نخش على اهم حاجه عندي في اليوزر بروفايل، في اليوزر بروبرتيز اللي هي الاكونت. طيب احنا عندنا هنا في الاكونت هنلاقي حاجه اسمها يوزر لوجن نيم اللي احنا كريتناه اوريدي، اللي هو هيبتدي يعمل بيه لوجن، اللي هو اسمه محمود، وعلى الاكتيف دايركتوري او السيرفر اللي هو اسمه sr.com. وزي ما قلنا ان اليوزر لوجن نيم فور بري ويندوز 2000 هيبقى بالطريقه دي. هي هنكتب هنا في الاول اسم السيرفر، بعدين باك سلاش، وبعدين اسم اليوزر نيم. طيب عندي هنا في حاجه اسمها لوجن اورز اند لوج ان تو. ايه لوجنز اور يا جماعه؟ تعالوا نفتح كده ونشوف ايه موضوع اللوجن اور. لو انا مثلا عندي في الشغل الموظف محتاج ان هو ياكسس على يعمل لوجن على البي سي بتاعه لمده 8 ساعات بس، اللي هو وقت الشغل بتاعه، بعد كده اوتوماتيك لازم اليوزر يعمل لوج اوت. يعني ايه؟ تعالوا نضرب مثال كده اهوت. مثلا لو انا عندي شيفتين في الشغل بتاعي، مثلا عندي شيفت من 8 الصبح لغايه 6، وعندي مثلا شيفت ثاني من 6 او 7 لغايه الساعه 12 بالليل. فانا عاوز اليوزر بتاعي يعمل لوجن من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 12 لغايه الساعه 6 بالليل. فهحددها له فهقول له هنا عندي اللوجن دينايد اللي هو عليها علامه ابيض اللي هي معموله بالابيض، وعندي اللوجن بريميتد اللي هو اليوزر يقدر يعمل لوجن في الساعات اللي احنا هنحددها له. فاحنا دلوقتي هنقول اليوزر بتاعنا هيعمل لوجن من الساعه 8 للساعه من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه طيب خلينا نقول دلوقتي ان الراجل بتاعنا هيشتغل من الساعة 8 لغاية الساعة 6 ايام الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والسبت، ما عدا الجمعة مش هيشتغل فيه. فتعالى كده يا جماعة نعمل سيلكت كده من الساعة 8 لغاية كل الايام لغاية الساعة 6 ونقول له ان اسف هنقول له ان الراجل بتاعنا هيعمل من الساعة 8 لغاية الساعة 6، دول اللوجن اورز بتوعه. طيب انا عندي زي ما قلنا يوم الخميس يوم الجمعة اسف مش عاوزين الراجل ده هو يعمل لوجن، فهنقول له يوم الجمعة اعمل له لوجن ديناي. يبقى انا الايام اللي يقدر يعمل فيها لوجن من السبت من السبت لغاية اخر الاسبوع، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 8 للساعة 6. أول ما تيجي بعد الساعة 6 قبليها بينبهه، هيقول إن هو عشان يعمل سيفنج للحاجة بتاعته هيبتدي يعمل لوج أوف. فهنقول له ماشي يا عم أوكي، ونقول له شكرا يا عم. يبقى إحنا كده حددنا لليوزر اللوجن أورز اللي هو هيقدر يعمل فيها لوجن. غير كده يعني مثلا لو إحنا عملناها لغاية الساعة 8 مثلا، يجي الساعة 9 يعمل لوجن يقول لي دونت هاف أ بيرميشن ان انت تقدر تعمل لوجن في الوقت ده.
طيب ايه بقى لوج ان تو ده؟ هو تعالوا نشوف ايه اللوج ان تو. طيب دلوقتي احنا لما بنيجي نعمل في الدومين انفايرمنت بنيجي نكريت يوزر، اليوزر دوت بيقدر ياكسس في اي بي سي في الـ 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 في الدومين بتاعتي. طيب انا دلوقتي عاوز يوزر يقدر يلوجن تو اجهزه معينه فقط، كمبيوترز معينه فقط. انا مثلا عندي مثلا في الشركه عندي 100 جهاز، انا عاوز اليوزر يعمل لوجن فقط على 10 اجهزه وبقيه الاجهزه ما ينفعش يعمل عليهم لوجن. فهروح هنا هقول له اسم الويندو عندي هنا لوجن ورك ستيشنز، فهروح كاتب له مثلا بي سي 1 ات بي سي 2 وهكذا اد والكلام ده كله اللي يقدر يعمل اليوزر عليهم لوجن. لو جه يعمل اي حاجه غير الاجهزه الثانيه غير بي سي 1 وبي سي 2 هيقول له سوري معلش انت ما عندكش بيرميشنز ان انت تقدر تعمل لوجن على الاجهزه دهيت. فاحنا ايه هنشيل طبعا عشان احنا مش محتاجين الكلام ده كله، فاحنا ايه هنشيله ونقول له اوكي. طيب طيب تعالوا نشوف نكمل مع بعض ونشوف الاكونت اوبشنز. احنا لما جينا عملنا في لما جينا كريتنا كان جايب لنا هم كلهم اربع اوبشنز بتوعنا اللي هم اول اربعه دول فقط لا غير. لكن دلوقتي عندنا اوبشنز كتير نقدر نتحكم فيها في اليوزر. يعني اول اربعه احنا عارفينهم يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن، يوزر كانت تشينج باسورد، باسورد نيفر اكسباير، ستور باسورد يوزنج ريفرسبل انكريبشن. طبعا الاختيار ده هو نوت ريكومندد، لكن اللي هو يعني هيعمل هيستور هيسيف الباسورد من غير انكريبشن، هو باي ديفولت بيعمل انكريبشن للباسورد علشان طبعا ما حدش يقدر يعرفها. لكن عندي ابلكيشنز معينه بتحتاج ان هي الباسورد بتاعها ما يبقاش معمول انكريبشنز، يعني بيكون الباسورد كلير او بلانك. فساعتها هحتاج بقى اعلم على الستور باسورد يوزنج ريفرسبل انكريبشن، يعني مش هستخدم الاوبشنز دهوت. فطبعا يعني نوت ريكومندد ان انت تعملها الا لو كان عندي حاجه زي مثلا الاي اي اس بيحتاج ان هو الاكونت يكون معمول ما يكونش معمول له انكريبشنز يعني. بعدين هنا عندي اكونت از ديسيبلد اللي احنا عارفين ان هو يعمل ديسيبل الاكونت. عندي هنا تاني سمارت كورد از ريكوايرد تو انتر اكتف لوجن، يعني هنا عندي زود السكيورتي بتاعي، بدل ما كان عندي اللوجن بتاعي هيتم عن طريق اليوزر نيم والباسورد بس، لا ده هنا عمل لي اوبشن تاني ان هو يكون عندي سمارت كارد حاجه كده سمارت بيتحط ريدر بيتحط في الكمبيوتر عن طريق اليو اس بي بيتركب وبيكون انت معاك كارد كده اهوت متسجل عليه الباسورد بتاعتك بتدخلها في الريدر ده اهوت بيبتدي يعمل عمليه اللوجن بتاعتك والاثنتيكيشن زي بتاعتك. فانا لو اخترت الاوبشن دهوت لازم طبعا يكون عندي سمارت كارد مركبه وبيتم عن طريق عمليه اللوجن عن طريق السمارت كارد، يعني عن طريق الباسورد وكمان ام بلس السمارت كارد. فطبعا دهوت لو انا عندي السمارت كارد ريدر وعندي بوليسي في الشركه ان هم مدين لنا ايه سمارت كارد عشان اقدر اعمل بيها لوجن. طيب انا مش عاوز الصراحه اتكلم مع يوز تريبل داز انكريبشن سايف فور ذس اكونت و دو نوت ريكواير كيربوس بري اثنتيكيشنز، يعني احنا هنتكلم على الكيربوس والتريبل داز انكريبشنز والكلام ده في كورس ان شاء الله بتاع الانفراستراكشر اكتر بكتير يعني. بس هي على انواع من الانكريبشنز علشان تزود البروتكشنز بتاعت اليوزر علشان ما حدش يقدر ايه يجيب الباسورد بتاعنا. طيب عندنا في الاكونت الاكسباير هنا عندي اكونت نيفر اكسباير او